يقول والدي يحثنا على أعمال الدنيا كثيرا علما أنه لا يحثنا على أعمال الآخرة والتقوى، وإذا خالفناه ببعض الأمور يدعو علينا، فهل هو محق؟ نعم، عليكم أن تعملوا أعمال الآخرة وتعملوا أعمال الدنيا التي تحتاجون إليها، لا تعملوا للدنيا وتعملوا للآخرة، هذا واجب عليكم أن تعملوا لدنياكم قدر ما يغنيكم عن سؤال الناس، وأن تعملوا لآخرتكم. الحمد لله العمل في المباحات والطيبات لا بأس به، لكن بشرط ألا يطغى على عمل الآخرة، فعمل الآخرة في وقته وعمل الدنيا في وقته. فإذا قضيت الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، تجمع بين العبادة وطلب الرزق، لا حرج في ذلك. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال إنهم لا يبيعون ولا يشترون، بل قال لا تلهيهم، لا تلهيهم التجارة عن ذكر الله. إذا لم تلهي عن ذكر الله فالتجارة طيبة، التجارة طيبة، والتاجر الصدوق يكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، تاجر الصدوق، فالتجارة طيبة ولا تنافي العبادة، العبادة لها وقت، التجارة لها وقت. فإذا أمركم والدكم أن تتركوا العبادة وأن تشتغلوا بالدنيا فلا تطيعوه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن كان يأمركم بطلب الرزق في وقته وأداء العبادة في وقتها فتطيعونه في ذلك، لأن هذا أمر مشروع. نعم.